تعليقا عن الحادث الأليم بالتفجير في الكاتدرائية المرقسية في العباسية النهاردة والأسبوع اللي فات أو من 10 أيام تقريبا في الهرم، من يومين في الهرم، ومن فترة برضو كان في حاجة قريبة، يعني هذه يمكن اللي كنت قصدي عليها. أنا بقدم التعازي للشعب المصري كله والأسر الضحايا بالذات، لأن طبعا حاجة مؤلمة جدا إن الواحد يبقى رايح واقف في كمين وبيحرس البلد ويتقتل، واحد رايح يصلي في كنيسة ويتقتل، يعني طبعا يعني حاجة سيئة الحظ جدا. يعني عايز لو هل في تقصير من الدولة ولا لا، ما اقدرش اقول ان في تقصير من الدولة، لان الارهاب يعني هو في مثل كده امريكاني بيقول لك ان الامن لازم يبقى صح all the time الوقت كله، والارهابي ممكن لازم يبقى صح one time. يعني الارهابي لو ظبط انه يعمل حاجة one time هينفذ، الامن ب 24 ساعة لازم يبقى. اللي مش تقصير او اللي انا حاسس ان هو محتاج انه يتعدل عندنا في مصر، ان احنا برضو سياسة رد الفعل. احنا النهاردة حصلت الحادثة ديت، وحادثة مؤلمة جدا، والواحد مش قادر يصدق ان الكلام ده بيحصل في مصر. يمكن الحوادث قلت الحمد لله عن سنين فاتت، بس لسه بتحصل. لكن المشكلة ان احنا هنقعد الثلاث اسابيع اللي جايين الامن شادد وكل حاجة صارمة وكل حاجة تمام، وبعد كده ايه نرخي. مبتدأ دوت كوم.